في الآيات من 10 إلى 16 في سورة القلم يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تطع كل حلاف مهين. في إشارة إلى أن المنافقين دوما ما يقسمون ليتنصلوا من الأشياء التي فعلوها، والمراد من قول الله هنا عن الحلف هو الإنكار، لأن المنافقين يقومون بإنكار الأمور التي فعلوها بل ويقسمون على ذلك أيضا. أما مهين فتدل على أن المؤمنين يعلمون مدى حقارة المنافقين. هماز، لأن المنافقون يحتقرون المؤمنين، ولكن على كل حال فهم يعتزون بذكائهم وحكمتهم وثقافتهم، يعتزون بكل شيء يخصهم. مشاء بنميم هي أبرز صفات المنافقين، فهم يبلغون أخبار المسلمين للكفار والتي يتحركون ضد المسلمين بناء عليها. مناع للخير، وبمعنى آخر يشير الله إلى أولئك الذين يتبعون كل الطرق الحقيرة والحقودة لعرقلة تقدم المسلمين ومنعهم من أن يصبحوا أقوى. أثيم، وبعبارة أخرى يشير الله إلى المنافقين الذين يتعاملون مع المسلمين بشكل فج عدواني خشن وشرير. أثيم، أفعال المنافقين هي في الواقع إثم، هم يرتكبون الشر باستمرار والخطايا من خلال العمل ضد المسلمين، ويجمعون المعلومات الاستخبارية عنهم، ويتواصلون مع الدولة العميقة في كل العالم ومع الملحدين. عتل، وبعبارة أخرى هؤلاء الذين يلجؤون إلى الأساليب الخاطئة الحقيرة والعدوانية لحل مشاكلهم. كما أنهم وقحون، فالتعامل الفظ هو سمة أخرى من سمات المنافقين، إنهم يفتقرون تماما لاحترام الآخر، هذا مهم جدا. المنافقون غير محترمين تماما، وهم يطالبون فقط بالحب والاحترام، ومع ذلك فالغريب أنهم لا يكنون أي احترام لأنفسهم، واحترام الآخرين لا يهمهم. على سبيل المثال في الآية يقول الله تعالى: عتل، وأحد معانيها أنه يفتقر إلى أي احترام. يفسر الناس هذه بأنه عدم احترام كبار السن وما إلى ذلك، ولكن ليس هذا هو المراد حقا. ما يعنيه الله هو أن المنافقين يفتقرون لأي فكرة عن الاحترام تماما، فعندما يتهمهم الناس بأنهم منعدم الاحترام لا تظهر أي تعابير على وجوههم غير تعبير الصدمة وتفكيرهم لماذا يتوقع الناس منهم أن يتصرفوا على هذا النحو. ومع ذلك فبدون الاحترام ينهار الحب سريعا. الاحترام هو أفضل وسيلة لإثبات الحب لأي فرد، لأنه علامة على التقدير. وبما أن المنافقين لا يقدرون المسلمين فالمسلمون لا يحترمونهم بالمثل، ومع ذلك يطلب المنافقون من الآخرين أن يحترموهم. انتبه لهذا، هم لا يحترمون أي أحد، ولكن إذا شعروا أو اعتقدوا أن هناك من لا يحترمهم يغضبون بشدة، يصبحون ساخطين، لكنهم يحتقرون احترام الآخرين. المنافقون خالون تماما من الاحترام، لديهم فراغ غير مفهوم ولا يمكن تصوره بداخلهم. بعد ذلك زنيم، وبعبارة أخرى يقول الله تعالى إن المنافقين معتادون أن يكونوا بلا شرف ولا أخلاق وملتوون. بعد كل شيء تجد المنافقين يفخرون بأفعالهم الدنيا غير الأخلاقية التي فعلوها في الماضي. على سبيل المثال فإنهم يحكون بفخر كيف كانوا لا يخافون أي شيء في الماضي، وكيف كانوا يتصرفون بدناءة، ويسعون لتأكيد دناءتهم في الماضي، كما يفعل من يبحثون عن وظيفة حين يكتبون مراجع ما فعلوه في سيرتهم الذاتية. فالمنافقون يطمئنون أنفسهم من خلال أفعالهم الحقيرة غير الأخلاقية التي ارتكبوها في ماضيهم، ويحبون التباهي بها. ولأنهم يفتقرون لأي شعور بالخجل، يتحدثون بشكل فج حول كيف كانوا بلا شرف وشجعان بجنون، وكيف كانوا مهووسين، وكيف كانوا قادرين على القيام بفعل جميع الأعمال الشريرة، ولا يشعرون بأي عار جراء ذلك.